هاجي لك للجزء المالي، لكن علشان نكون واقفين بس في على الحقيقه، رمضان صبحي لاعب مهم، لاعب موهوب، لاعب بدايه ظهوره في النادي الاهلي كان عنده 10 سنين في مدرسه الكوره، وكلكم فاكرين البرنامج بتاع الكابتن الخطيب بيبوتين لما كان بيعمل اختبارات للمهارات الفرديه، وكان رمضان صبحي عنده 9 سنين او 10 سنين وظهر مع الكابتن الخطيب والكابتن خالد بيبو. ده كان بدايه معرفه الناس ان في ولد صغير قوي موهوب. فهو ابن مدرسه الكوره في النادي الاهلي، لعيب مهم، لعيب موهوب. لكن لما احترف بره، ولما مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر اداله فرصه انه يحترف بره، والاهلي جه استعاره. علشان نبقى واقفين على حقيقه الموقف، لان الناس تقريبا امبارح حست ان الميه في النيل هتقف. كده هيحصل تجمد، مياه النيل مش هتتحرك. علشان لاعب مهم، بقول لكم لاعب مهم مش من الاهلي. لكن علشان نتذكر مع بعض، اخر مره رمضان كان في تشكيله النادي الاهلي بعد قدومه معار من هيدرسفيلد كان في 15 ديسمبر 2019، كانت مباراه حرس الحدود. بعدها تعرض للاصابه في العضله الخلفيه، غاب فتره طويله جدا. ايه اللي حصل بعد اصابه رمضان؟ فرقه الاهلي حصل لها ايه؟ عشان تبقوا شايفين مش المستقبل، لانه انا عارف وانا هسال لكم المهندس عدل دلوقتي مردود اللي حصل ليله امبارح على تعاقدات الاهلي القادمه وعلى وفاء الاهلي بالتزاماته وتقويه فرقته عشان تطمنه. بس كمان في غياب رمضان صبحي يا باشمهندس، الاهلي لعب 11 مباراه. 11 مباراه، فاز في كام؟ 10 مرات. 10 من 11 مكسب وتعادل مره. ده جهد بقيه زمايله اللي لا يجب ان انتوا تبخسوا حقهم او تنسوهم، ده الاهلي. بقول لكم 10 مباريات من 11 مباراه مكسب، وال11 كانت تعادل. فاز على الاسماعيلي والاتحاد والمقصه واف سي مصر وطنطا والمقاولين وبيراميدز والجيش والمصر وانبي، وفاز على الزمالك الانسحاب الاخير في مباراه الاتوبيس الشهيره. طب في بطوله افريقيا الاهلي لعب 6 مباريات، فاز في 3 على بلاتينيوم والنجم الساحلي وسان داونز، وتعادل في 3 مع بلاتينيوم والهلال السوداني وسان داونز. ده حساب الاهلي بدون رمضان صبحي.